السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امبارح شفت فيديو الاخ من اخواتنا على الفيس ماشي بموتوسيكل هوجا 250 ماشي بيه 135 على الطريق. انا بصراحة اتفرجت على الفيديو وكنت مستغرب جدا، مستغرب بجد ازاي ان هو ماشي 135. القصة مش قصة ان ازاي الموتوسيكل جايبهم، الموتور ده من اقوى المواتير اللي نزلت في فئة الموتوسيكلات الصيني. الموتور اللي احنا شايفينه ده موتور محترم جدا، لكن المشكله كانت عندي في الموتوسيكل ذات نفسه. الموتوسيكل ده بعد ال 115 120 الموتوسيكل ده خفيف حرفيا، انت راكب حمامه، يعني مفيش ثبات على الطريق، يعني انت ماشي فوق ال 120 انت راكب بالظبط عصفوره. معاك موتور الله اكبر عليه بيجيب ال 130 يجيب 140، موتور على كاتينه، موتور محترم جدا 250 سي سي. لكن تعالى اتفرج على الشاسيه، الشاسيه ده ما ينفعش موتور 250 سي سي، شاسيه خفيف. لكن حد يجي يسالني يقول لي ايه الافضل من الهوجانات ال 250؟ ايه الافضل؟ هقول له مثلا حاجه زي الدون 6، حاجه زي الفي ال ار، حاجه زي الفي ال ام 200. طيب قوه الموتور، هو ده اقوى موتور. نتفق نختلف، هو ده اقوى موتور. لكن في المتانه هتلاقي حاجات امتن بكتير. ما ينفعش تمشي بالموتوسيكلات الهوجن ال 250 ان كان اف ولا ال ولا الفي فوق ال 115 120، الموتوسيكلات ديت خفيفه على الطريق. تعالى كده اتفرج على الموتوسيكل ده عامل حادثه، ولما عمل حادثه ايه اللي حصل فيه؟ شايفين المساعدين الاماميه؟ لانها مساعدين ضعيفه، اقل من مساعدين البنيلي الفي ال ار. الموتوسيكل ده المفروض كان نزل فيه مساعدين اماميه مقلوبه، لكن المساعدين الاماميه العدله ديت ضعيفه. شايفين عملت ازاي؟ انكسرت اهي، والتاني برضه. طيب تعالى اتفرج على الجنط، اتكسر المساعدين انتنت. بنقول للناس يا جماعه الموتوسيكلات الهوجن ال 250 ما ينفعش تجري بيها بالسرعه ديت، لان الموتوسيكلات ديت خفيفة حرفيا. الموتوسيكل ده كان المفروض ينزل فيه مساعدين أمامية مقلوبة، ينزل فيه شاسيه أقوى من كده. حد يتكلم معاه يقول لو أنت حللت لي الشاسيه زي ما حد قال لي قبل كده، يا باشا إحنا بنركب الموتوسيكلات وبنطلع نجربها على الطريق، بيبان الموتوسيكل الخفيف من التقيل. أنا اتكلمت قبل كده قلت يا ريت المساعدين بتاع الموتوسيكل لوجان الإف 250 كانت نزلت مقلوبة، نزلت في الفي ما نزلتش في الإل ولا في الإف. ده مساعد مقلوبات بتاع بنيلي في ال ام اهو اهو. شايفين المساعد اللي جنبه التاني بتاع ال ال 250 الهوجن عامل ازاي؟ المهم ان احنا بننصح الناس اللي معاها هوجنات 250، يا جماعه بعد اذنكم حاولوا ان انتوا ما تعدوش فوق ال 120. الموتوسيكلات ديت خفيفه، انا بكرر كلمة خفيفة علشان انا جربت الموتوسيكلات ده على الطريق وثباتها على الطريق مش عالي. واحذروا احذروا خطأ الغير، ربنا يسترها علينا جميعا. اتمنى ان الناس تعمل بالنصيحة دي، وشكرا.